يكون معنا في الاستديو معالي العميد الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب في وزارة الداخلية. سعيدين بتواجدك اليوم معنا معالي الشيخ. شكرا وأنا أسعد. شكرا. طبعا وجود مثل هذا النوع من المعارض الدولية الدفاعية تعتبر فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء بوجود المختصين العسكريين، وأيضا فرصة للتشاور حول المستجدات الأمنية. لكن شنو انعكاس هذا الشيء على الرؤى الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية على صعيد وحدة الأزمة الخليجية؟ بالنسبة عن مملكة البحرين، مملكة البحرين كانت سباقة في التعاون مع أشقائنا وأصدقائنا كقوى خير. نعم. اليوم احنا نشوف قوى الشر متعاونة. نعم. فلازم يواجهها قوى خير متعاونة، ولله الحمد هناك مشاركات فعالة للقوات البحرينية في جميع المناطق الساخنة في المنطقة. نعم. لفرض استتباب الأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها في أكثر من مكان. نعم. فائدة هذه المعارض، هذه التجمعات، ان احنا نتعرف على التكنولوجيا اللي موجودة، التطور الذي حصل في جميع الأجهزة والمعدات والأسلحة، ونشوف احنا وين مكاننا. هل احنا في المكان الصحيح؟ لحد الآن نعم احنا في المكان الصحيح. اللي موجود هني كله مجرد يعطينا دافع اكثر ان احنا نستمر على نفس المستوى. نعم. إذا في شيء جديد فإحنا سباقين للحصول عليه، وهذه ما جعل قواتنا ووحداتنا المشاركة في جميع المهمات الخاصة جعلها ناجحة في عملها وجعلها مميزة، والكل يعني يشير إلى القوات البحرينية بلبنان، وهذه سبب التجهيز والتدريب والقيادة. نعم. معالي العميد الشيخ حمد، باعتقادك شنو أهمية وجود المعارض والمؤتمرات في هذه الفترة في المنطقة؟ المنطقة مثل ما نعرف أنها تمر بأزمات كثيرة. نعم. المنطقة يعني اليوم لما نتكلم عن مجلس التعاون الخليجي أو دول الخليج العربي، هي في وسط منطقة تغلي بالأزمات من جميع الجهات، من الجنوب والشمال والشرق والغرب. وجود هذه المعارض، وجود هذه التجمعات، وجود هذه المؤتمرات يعطينا ثقة في النفس أكثر، يعطينا انفتاح في الأفق وفي التفكير أكثر، يبين للعالم كله أن احنا دعاة سلام، يبين للعالم كله أن كل شيء قاعدين نقوم به احنا من أجل أشياء إيجابية، من أجل الخير، أنه يعم للمجتمع، ومن أجل أن نحافظ على التنمية اللي احنا وصلنا لها. احنا وصلنا لمستوى من التنمية نحسد عليه من جميع دول العالم، فما نقدر نحافظ عليه إلا إذا بدينا هذه التكتلات وهذه التحالفات، وزيدنا من قوتنا اللي تساعدنا على الحفاظ على هاي المكتسبات اللي موجودة في وطننا. نعم. معالي الشيخ، لو بنتكلم عن ما مدى مساهمة هذا النوع من المؤتمرات والمعارض في تطوير القدرات الدفاعية العسكرية؟ مثل ما قلت يعني هي تبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبيان الواقع للمجتمع الدولي ان احنا دعاة سلام ودعاة خير، الاستفادة من التدريبات المشتركة، الاستفادة من التمارين المشتركة، الاطلاع على اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في المعدات العسكرية والمعدات الأمنية. والحمد لله يعني احنا قادرين ان احنا نحافظ على مستوى مميز لجميع قواتنا في البحرين، وأنا أتكلم عن القوات العسكرية والأمنية. نعم. معالي العميد الشيخ حمد، هذه هي التجربة الأولى، هي تجربة فريدة وأيضا هي تجربة ناجحة، فلو تكلمنا عن هذه المعرض وهذا المؤتمر، شلون حقق أو شنو رأى في محاربة الإرهاب؟ التجربة الأولى. نعم. مثل ما تفضلت، وتجربة صراحة مميزة، والواحد دائما إذا سوى شيء مميز في الخطوة الأولى الصعوبة أنك أنت تواصل على هذه المستوى الراقي من الإعداد والتنظيم واختيار أصلا المشاركين اللي نستفيد منهم في حياتنا اليومية. طبعا هذه التجربة أخذت صداها، والكل ينظر إلى البحرين اليومين في هذا التجمع
الجميل اللي يعطي دافع قوي للكل. فمحاربة الإرهاب تأتي بالتحالفات العسكرية، تأتي بالتحالفات الاستراتيجية السياسية، تأتي بتقوية الاقتصاد، تأتي بتنمية الموارد البشرية، وهذه يعني شيء يساهم في هذه الأشياء كلها أعمدة تقف عليها تنمية الدول. وإحنا لله الحمد كل أعمدتنا سليمة وقاعدين ندعمها في كل يوم في مرحلة. نعم. يعني طبعا اليوم المعرض يحتوي على العديد من المعدات العسكرية، ولكن أيضا يشمل جانب من تبادل الآراء والخبرات في المجال العسكري. باعتقادك شنو أبرز الرسائل اللي يريد المؤتمر عرضها في هذا اليوم؟ طبعا المؤتمر والندوات اللي صارت فيه تتكلم عن التعاون. نعم. والتحالفات السياسية والتحالفات العسكرية المميزة التي تخدم التنمية البشرية. اليوم احنا عندنا تنمية الإنسان هي أهم شيء. تنمية الإنسان حتى الإنسان العسكري لازم ان احنا نطوره وننميه على أساس انه يتعامل مع كل المواقف التي تحصل بانفتاح وبشفافية وبرقي، وانه يحافظ على قيمه وعلى مبادئه اللي ولد وعاش عليها، وهي مبادئ ديننا ومبادئ عاداتنا وتقاليدنا. فلله الحمد احنا يعني قادرين ان احنا نحافظ على هالمستوى، وعندنا من القوات ومن الافراد شيء اللي يعني يشرف وبيض الوجه ويرفع الراس. نعم، اليوم في المعرض نشوف ما يزيد عن 100 عارض، وايضا اكثر من 50 مشارك في هذا المعرض. باعتقادك وجود منصة للنقاش شلون راح ينعكس على المنظور السياسي الاستراتيجي للتحالفات العسكرية؟ طبعا اليوم انت لما تقيم معرض في مملكة البحرين على هذا المستوى، هذا دليل على الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، ودليل على التعاون الاقليمي. اليوم احنا اذا نشوف الشركات اللي موجودة هنا والتجمعات اللي موجودة، نشوف انه معظمها شركات اقليمية. نعم. فالبحرين لها مركز. نعم. اقليمي. البحرين استطاعت انها تحافظ على هالمركز، وراح تحافظ عليه برغم كل الصعاب اللي تمر علينا. فلله الحمد الشباب البحريني قادر وقدها، وراح يستمر هالمستوى. نعم. من الرذم العالي يعني. ان شاء الله. طب يعني معالي الشيخ، لو بنتكلم عن ما هي ابرز المحاور اللي ركز عليها المؤتمر؟ يعني قلنا قبل محاور هي التعاون، هي نبذ الإرهاب، يعني محاربة قوى الشر. وثاني شيء تبيانها، ترى كل شيء واضح اليوم، كل شيء فوق الطاولة، ما عندنا شيء نخشه. الناس اللي يبون الشر معروفين، والناس اللي يبون الخير معروفين، الأبيض أبيض والأسود أسود، فلا حد يقعد يعني يسمي الأشياء بغير مسمياتها. اليوم في المؤتمر وفي المحاور كلها باينة قوى الشر معروفة، قوائم الإرهاب والشر معروفة، وقوائم الخير واللي تبني الإنسان وتسوي التنمية معروفة. يعني الواحد لما يشوف كل شيء واضح. فقبل كانت في أشياء أنها ما تبين ولا مستورة ولا شيء، اليوم لا، اليوم كل شيء واضح، كل شيء باين، وأي واحد حتى لو عقله أصغر ما يمكن يقول له هذه شر ولا خير، يعرف يفرق بينه. نعم. هذه المعرض وهذه المؤتمرات اللي صارت فيه يعني ماشي في هذا الطريق. نعم. والله الحمد إن شاء الله من نجاح إلى آخر. إن شاء الله بإذن الله يكون من نجاح إلى نجاح. طبعا مثل هذه المؤتمرات العسكرية رفيعة المستوى لابد تتمخض عن وجود صفقات، فلو تكلمنا عن أبرز هذه الصفقات. هي يعني أبرز صفقة. نعم. بالنسبة لي كشاب بحريني أنها صفقة استمرارية انعقاد هالمعرض. نعم. هذه أبرز شيء. أما الصفقات الأخرى فهي الصفقات التجارية والعسكرية والتدريبية، فهي إن شاء الله كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم. نعم. لأن المقيم جزء أساسي من التركيبة. احنا ان شاء الله دول تنموية، نعمل على تنمية كل شيء موجود على هذه الأرض، والحمد لله النتائج باينة،
قادرين ان احنا نتطور كل يوم خطوة الى الامام، وهذه احدى الخطوات اللي تودينا الى الامام ان شاء الله. طبعا وصلنا لنهاية اللقاء معالي الشيخ، لكن اكيد عندك كلمة اخيرة حاب توجهها في ختام اليوم الثالث لمعرض مؤتمر البحرين الدولي للدفاع، وايضا تطلعات حاب انك تشوفها في ايضا في النسخة الثانية لهذا المعرض. والله انا في النهاية احب ان اهنئ البحرين ملكا وحكومة وشعبا على الشباب اللي موجود اللي استطاع بكل عزيمة وإصرار أنه يقيم شيء على مستوى دولي. اليوم هذه معرض دولي، وهذه مو بغريبة على الشباب البحريني، وأتمنى من الجميع الاستمرار على نفس المعنوية العالية في النسخ القادمة، وأنا متأكد أن النسخ القادمة راح تكون شيء أكبر وأحسن، لأن الأساس صل، فالواحد لما يبني على أساس صل راح يبني بناء مستهر إن شاء الله. شكراً، شكراً لتواجدك اليوم معنا وإثرائك القيم. تعد